نتكلم المرة دي على نوع تاني من عقاقير تحفيز الأداء، حاجة اسمها سوتريدات معدلة التصميم. من فئات السوتريدات البنائية الخطيرة تحديدا تلك التي تسمى العقاقير المصممة، وهي السوتريدات الاصطناعية التي تصنع بطريقة غير قانونية ليتعذر اكتشافها باختبار العقاقير الحالية، وتصمم خصوصا للرياضيين وليس لديها استخدام طبي معتمد، ولهذا السبب لم تخضع للاختبار او الاعتماد من قبل إدارة الغذاء والدواء العالمية FDA، وتشكل تهديدا صحيا خاصة على الرياضيين. ايه المخاطر بتاعتها؟ بيتناول العديد من الرياضيين السوتريدات البنائية بجرعات اعلى بكثير من تلك الموصوفة لاسباب طبية، والسوتريدات البنائية لها اثار جانبية خطيرة على الجسد. يعني السوتريدات دي بتبقى موصوفة لاسباب طبية معينة لناس توصفها الاطباء، الناس الرياضيين بيستخدموها بجرعات كبيرة عشان يبنوا جسمهم. قد يصاب الرجل باثار جانبية مش كويسة زي بروز الثدي، انكماش الخصية، العقم، ضخامة غدة البروستاتا. لو سيدة بقى عايزة تكون عضلات هتصاب بمشاكل اخرى. اول حاجة خشونة في الصوت قد تكون دائمة وغير قابلة للعلاج، يعني ممكن ان هو بيحصل خشونة في الصوت والصوت مش بيرجع للصوت الانثوي العادي بتاعها. تضخم في الاعضاء الانثوية الجنسية قد يكون دائما وغير قابل للعلاج، بيبقى تضخم بطريقة غير طبيعية. طبعا بيحصل زيادة في شعر الجسم. الصلع غير القابل للعلاج، عدم انتظام الدورة الشهرية او غيابها. وقد يصاب الرجال والنساء بما يلي، يعني احنا قلنا الرجال هيصابوا بايه، السيدات هيصابوا بايه، ممكن هما الاثنين يصابوا بحاجة واحدة اللي هي عبارة عن حب شباب كثيف، زيادة خطورة التهاب الاوتار وتمزق الاربطة، عيوب الكبد والاورام، زيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة اللي هو الكوليسترول الضار ال LDL اللي ذكرناه قبل كده، انخفاض كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة اللي هو ال HDL، ارتفاع ضغط الدم، فرط ضغط الدم، مشكلات القلب والدورة الدموية، السلوكيات العدوانية او الغضب او العنف، الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، الاعتماد على الأدوية، يعني الجسم لا يسير في حياته الطبيعية إلا بأخذان الأدوية، يعني ويطلق عليها الفيزيكال ديبندنس، العدوى أو الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية الـ HIV أو التهاب الكبد في حالة تناول الدواء عن طريق الحق غير النظيف، كبح النمو والتطورات وخطر مشكلات صحية في المستقبل لدى المراهقين. وبتحذر معظم المنظمات الرياضية تعاطي السوتريدات البنائية الخاصة بالصفات الذكورية لتعزيز أداء الرياضيين، وهي غير قانونية. وخلال العشرين عام الماضية دفع فرض المزيد من القوانين الفعالة في الولايات المتحدة صناعة السوتريدات غير القانونية إلى السوق السوداء، وهذا يضيف مخاطر صحية إضافية بسبب أن العقاقير إما مصنوعة في دول أخرى ثم يتم تهريبها، أو مصنوعة في معامل سرية في الولايات المتحدة، وبكلتا الطريقتين لا تخضع للمعايير الحكومية للسلامة، ويمكن أن تكون غير نقية أو غير موصوفة بالملصقات الصحيحة، يعني بتتاخد بطرق غير رسمية. والحقيقة مع الأسف هي موجودة في الصيدلات، الناس بتاخدها بطريقة مش مظبوطة، عشان كده احنا بنوضح للناس الرياضيين يا جماعة ده ضار لكم، وبنقول الأضرار بتاع مركب مركب. مع السلامة.